مقابلتنا مع لجنة شعبية لمقاومة الشتاء في البطاقة العربية ورواد الأعمال في البطاقة العربية. والاسم ديالي أنا حمزة عبد، حامل مشروع ديال إنشاء مأوى جبلي إيكولوجي في المناطق الجبلية. 2024 الفائزين، الثلاث فائزين بالجائزة أنا مقاوم، والفائز بجائزة ذوي الهمم وجائزة المرأة، سندعوهم لحضور قمة ريادة الأعمال 2024. طبيعة الحال العمل عن بعد هو أساسي وجزء مهم لا يتجزأ من المشورة والتكوين الذي يجب أن نقدمه للرواد الأعمال، ولكن من اللازم أن يكون هناك عمل للقرب، وهذا العمل للقرب يقتضي أن يكون هناك فضاءات وأن يكون هناك أشخاص مكونين لهذا الهدف. والتكوين غير كافي، هو الفعل المقاولاتي وريادة الأعمال هو كذلك مايندسيت، يعني طريقة للنظر إلى الأمور. والإشكاليات التي تطرحها عندنا بصفة عامة هي أن المكونين أو المرافقين للمقاولين ليسوا مقاولين دائما، هذا يخلق نوع من الارتباك أو اللبس في هذا المجال. فالسؤال كيف يمكن لشخص ما قدش مقاولة، ما عرفش الفشل، ما عرفش الضغط اللي مطروح عليه من خلال النجاح أو الفشل في المقاولة، كيف يمكن له هو يواكب واحد المقاول اللي عنده إشكاليات أخرى سيكولوجية، مادية، اجتماعية، بالإضافة إلى القضية الأصلية هي قضية المقاولة. فحاول نزوجه ما بين واحد العدد ديال المواكبين، باش ما نسميوش مكونين، المواكبين، وما سميناه برجالات ونساء التغيير، ديزاجون دو شونجمون، في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من خلال تكوينات متعددة. ونتنشوف دابا الإمكانية ديال الإرسال عبر أفواج إلى عدد من العواصم الدولية من أجل التقرب أكثر إلى تجارب في ريادة الأعمال بشكل حقيقي. الجميل اللي كان في هذا الصباح ومن خلال هذه اللقاءات اللي شفت، وهي لقاءات لا تمثل كل المقاولات والمقاولين، لأن تبارك الله كاين واحد العدد كبير، واحد الفسيفساء، واحد الاختيار شاسع، ولكن لقيت على أنه كاين أحلام كبيرة، ومنهم من حقق جزءا من أحلامه لنفسه ولبلده ولأمته. بالنسبة للحوز، كيف ما كتعرفوا احنا تكلمنا في هذا الشيء بمناسبة الافتتاح اللي كان أمس في هذه القمة المهمة على ريادة، أنه كاين برنامج في المغرب، هو برنامج صاعد إن شاء الله سوف يكون مختلف على ما سبقه من برامج، اللي هو برنامج أنا مقاول.